الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إن جده قد توفي من زمان. يقول: بيت أخوالي، جده من أمه، باسمه وعليه ورثة وعليه فاتورة كهرب تجاوزت 10,000 ريال، وحالهم ضعيف، فهل الدين يكون على الجد أم على الورثة؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. من المعلوم أن الدين إنما يكون متعلقا بذمة الميت، ولا ينتقل إلى الورثة إلا إذا كان الميت قد خلف تركة تستوعب هذا الدين. ولا جرم أن المتقرر عند العلماء أن قضاء الدين من حقوق الميت قبل تقسيم التركة على الورثة. فإذا كان الميت قد خلف عقاراً أو مالاً، فإن الواجب على الورثة أن يبادروا بسداد هذه الفواتير وأن يسعوا جاهدين في تبرئة ذمة ميتهم قبل أن يقتسموا المال فيما بينهم. ويجب على عقلاء الورثة أن يرفعوا الأمر للحاكم إذا قال أحد الورثة: لا شأن لنا بهذا الدين، وسوف نقسم التركة فيما بيننا، وهو يتحمل دينه في قبره. فأي إنسان يقول هذا من الورثة فهذا خائن لله عز وجل وخائن لهذا الميت. فإن الله عز وجل لما قسم التركة بين بين أصحابها قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا وفاء الدين مقدم على قسمة التركة. وبما أنك تقول إنه قد خلف دارا، فبيعوا هذه الدار واقضوا دين الميت، سواء أكان الدين للدولة أو كان لأحد الأفراد. ثم إن بقي بعد الوفاء شيء من التركة أو شيء